جائزة جلوب سكر، الجائزة الشهيرة العالمية المهمة جدا، مرشح ليها أسماء كبيرة جدا من كرة القدم المصرية، مارسي كولر مرشح، محمد الشناوي مرشح، الأهلي مرشح لجائزتين، جائزة أفضل نادي في العالم وجائزة أفضل نادي في الشرق الأوسط وجوائز أخرى. محمد الشناوي مرشح لجائزة أفضل حارس مرمى، عمر فايد مرشح لأفضل لاعب صاعد. لينا منافسات كبيرة جدا في هذه الجائزة، نفهم أكتر ونعرف أكتر تفاصيل من الأستاذ تامر الصراف ممثل لجائزة كلوب سكر. يا فندم مشرف ومنور، سعيد جدا بتواجدك معايا. حضرتك اللي مشرف، وأشكرك جدا جدا على هذه الاستضافة. ده شرف كبير لينا. لو حضرتك في البداية بس تقول لنا تفاصيل الحفل، إن شاء الله هيقام في الإمارات زي كل عام، تقول لنا تفاصيل الحفل، توقيته، الناس اللي هتبقى موجودة أو الضيوف اللي هتبقى موجودة في هذا الحفل. الحفلة طبعا زي ما حضرتك تفضلت قلت هيقام في الشقيقة دولة الإمارات العربية في مدينة دبي يوم 19 من يناير الحالي. الحفلة السنة دي يمكن عازم كوكبة كبيرة جدا جدا من كل نجوم العالم، من بداية من إنفنتينو رئيس اتحاد دولي كرة قدم الفيفا، مرورا ب رموز ونجوم نادي مانشستر سيتي ومجموعة كبيرة جدا جدا من النجوم الحاليين والمعتزلين في كرة القدم في العالم. يعني هل محمد صلاح بلغكم ان هو هيكون موجود ان شاء الله؟ محمد صلاح طبعا زي ما حضرتك عارف تحصل على الجائزة من سنتين كأحسن لاعب في العالم طبعا. وهي تعتبر واحدة من الثلاث جوائز الهامة في العالم بجانب البالون دور وذا بيست جوائز الفيفا. ولكن اعتقد بتواجده مع منتخب مصر هيكون في صعب الحضور، لان الجائزه هتقام يوم 19 في دبي وهي اثناء بطوله كاس الامم الافريقيه. عظيم جدا. طيب عايز اعرف من حضرتك، عشان دي بتفرق معانا كمان تحديدا وبتفرق مع كل الناس اللي بتتابع اي دايما جوائز تمنح للاعبين او الافضل على مستوى العالم، طريقة أو كيفية اختيار الفائزين، هل بيكون بتصويت جماهير، بآراء نجوم، بتصويت صحفيين، طريقة التصويت بيكون إزاي؟ النادي الأهلي تحصل على الجائزة دي كانت جائزة تقديرية أو رمزية بحصوله على إن هو نادي القرن الأفريقي قبل كده. المرة دي يمكن ليها طعم مختلف تماما، لأن المرة دي الأهلي بينافس عليها وفقا لمعايير زي ما حضرتك تفضلت قلتها. هي مناصفة ما بين آراء الجمهور اللي دخلت طبعا بملايين التصويت، وطبعا ده نظرا للشعبية الجارفة للأهلي سواء في مصر أو في الوطن العربي وأجزاء كبيرة من العالم، والجزء الثاني من لجنة الحكم اللي مكونة من أكثر من 13 رمز عالمي في كرة القدم، من مديرين فنيين وإداريين وممثلين للأندية الكبرى في العالم. زي مين يا فندم؟ يعني مين الأسماء؟ هل معلنين ولا مش معلنين؟ طبعا اللجنة فيها فابيو كابيلو، فيها مجموعة من رموز الكرة الإيطالية ومجموعة من وكلاء اللاعبين والصحفيين العالميين ووكالات الأنباء. أيوه. بجانب طبعا لجنة الحكم الممثلة لجلوب سكر السنوية. فالأهلي يمكن بيتميز السنة دي زي ما قلت لحضرتك ان هو داخل كمنافس وليست جايزة رمزية، وترشحه طبعا كان على أسس كبيرة وعظيمة جدا. اولا هو النادي العربي الوحيد اللي أخذ لقب قاري هذا العام بحصوله على تشامبيونز ليج الافريقي. وكذلك طبعا ان هو كان مع شقيقه اتحاد جده السعودي في كاس العالم للانديه وهو تحصل على كمان المركز الثالث. فطبعا هو له الحظوظ الاكبر او الكبيره جدا جدا في الحصول على الجائزه اللي ان شاء الله كلنا كمصريين نتمنى. طيب انا عايز حضرتك توضح لي حاجه، الاهلي ينافس فعلا على جائزتين، جائزه افضل نادي في الشرق الاوسط وجائزه افضل نادي في العالم؟ مظبوط. طيب افضل نادي في الشرق الاوسط على حسب كلامك كده فطبيعي الاهلي يكون من ابرز المرشحين ليها، لكن جائزه افضل نادي في العالم طبيعي هيكون بينافسه مثلا مانشستر سيتي، مين تاني بينافس النادي الاهلي على هذه الجائزه؟ مانشستر سيتي طبعا هو الرمز الابرز بحصوله على تشامبيونز ليج الاوروبي طبعا. هو طبعا المنافس الاكبر وحتى الان في معدلات التصويت طبعا هو اللي بيتفوق، نظرا طبعا انها اهم بطوله يمكن بتتلعب في العام.
لا ودوري انجليزي ولا لف خد كل البطولات السنه اللي فاتت يعني عمل كل طبعا. حاجه يعني، فالامور اكيد اكيد مش سهله على النادي الاهلي طبعا على المستوى القاره، القاره الافريقيه والمستوى العربي. اتصور زيك انه اكيد هو المرشح الاقرب لجائزه افضل نادي في الشرق الاوسط يعني. استاذ تامر الصراف ممثل جائزه جلوب سكر، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله. الجائزه دي تحديدا يا جماعه انا بحترمها جدا عشان هي بتبقى طبقا لمعايير واضحه وسليمه. للاسف للاسف جوائز قاريه وجوائز عالميه بيتدخل فيها كثير 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 من الامور اللي هي مش صحيحه مش جيده يعني. شويه معلنين عايزين فلان، شويه فلان ما خدش البطوله ما خدش الجائزه السنه اللي فاتت فاداها له السنه دي، مش عارف بلد خدت جوائز كتيره فدي في جائزه احسن لاعب نديها لبلد تاني، بيبقى فيها غير المعايير الطبيعيه المنطقيه بيبقى فيها شويه حاجات كده ايه بين قوسين يعني من تحت الترابيزه بتخلص يعني. مش من تحت الترابيزه دي اقصد بيها يعني فيها امور ماليه، بس من تحت الترابيزه اللي هي فيها مجاملات كثيره يعني لكثير من الامور يعني.